خلاص تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم كده، رأيكم ايه في البالون دور، وهل كانت جائزة مستحقة لكريم بنزيما ولا لا؟ ونفس الامر بالنسبة لتيبو كورتوا، ساديو ماني في المركز الثاني، شايف ازاي الجوائز النهارده؟ شايف ان هي النتائج متوقعه، يعني الفوز بتاع كريم بنزيما بجائزه الكره الذهبيه كاحسن لاعب في العالم شايف ان هو مستحق. راجل قبل ما اتكلم في الفنيات عاوز اتكلم يا هيما، دايما بحب استشهد بالحته دي، قوه الشخصيه. كريم بنزيما بيثبت في السنين الاخيره وبالتحديد من بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد ان هو قوي الشخصيه والعمليه، بس مش عمليه شو او تصيت اعلامي. طب مش بقول ان كريستيانو رونالدو واخد اكيد صيت اعلامي على الفاضي، بس اكيد مش واخد نفس الصيت اللي كان واخده كريستيانو رونالدو. انا بتكلم على كريم بنزيما، يرحل رونالدو عن ريال مدريد، الراجل واخد على كتفه ريال مدريد وطالع بيه لقدام، ريال مدريد ما تأثرش، بيكسب اوروبا من غير كريستيانو رونالدو. بعد رحيل كريستيانو رونالدو يحاولوا يدعموا الفريق، يجيبوا ايدن هازارد برضه يظل هو النجم الابرز بعد رحيل كريستيانو رونالدو، يجيبوا بيل برضه يفضل كريم بنزيما. طبعا بيل لحق برضه رونالدو، لكن انا بتكلم ان بيل موجود في الفرقه، لكن يظل برضه كريم بنزيما هو النجم الابرز اكتر من بيل واكتر من ايدن هازارد. فينيسيوس طبعا لعيب بقى يعني بيتوحش في عالم كره القدم، الا ان هو يزال هو النجم الابرز في عالم في فريق ريال مدريد. فده يعكس لك قوة شخصية كريم بنزيما، ان هو متحمل جزء كبير جدا من مسؤولية ريال مدريد. مكنة جوال، بيتحرك على الاطراف بصورة مرعبة، بيسجل جوال يعني يستحقها بكل المقاييس طبعا، وبيترجم كل المجهود ده والاهداف دي كلها ببطولات. السنة اللي فاتت اهم بطولة على مستوى المحلي الدوري الاسباني، واهم بطولة على المستوى القاري يتنهمش. فكان هو السبب في ده، هو السبب في منافسة ريال مدريد على الألقاب. لأن أحلى تعبير سمعته عن كريم بنزيما لما كانوا بيسألوا تييري أونري، بيقولوا له أنت بتحب إيه في بنزيما؟ قالك بنزيما بالنسبة لي هو اللي بيصنع شيء من لا شيء. ولما تفكر في الكلمة، هو فعلا هو كريم بنزيما بيصنع أحيانا أهدافا لريال مدريد من الهوى. الرجل ده إيرلينج هالاند في ماتش سيتي وليفربول ببساطة لما الكرة اتقطعت عنه، التمويل اتقطع، هو ما بقاش موجود. روبرت ليفاندوفسكي لما التمويل اتقطع عنه، هو ما بقاش موجود. ما حدش فيهم ليونيل ميسي يقدر ينزل هو لا يبتدي الهجمه ويرد. كريم بنزيما اقرب واحد من فراوده اللي شبه ايرلينج هالاند وكريم بنزيما للطابع بتاع اللاعب اللي يقدر يطلع بره منطقه الجزاء ويتصرف بمنتهى الابداع عادي جدا. فبالتالي انت السبب في الفوز على الكلاسيكو، انت السبب في التألق بتاع الشباب الصغيرين ووصولهم لليفل يخلي ريال مدريد يكمل يجدد خلاص دماؤه ويكمل المشوار بنجاح، وانت السبب اصلا في الفوز بالالقاب ايام وجود كريستيانو رونالدو. هو كان السبب في انجازات كتير جدا ولذلك يستحق. اخر حاجه، انا جايب شويه صور لكريم بنزيما يفهمونا حاجه حلوه قوي عن الكوره، لان النهارده بالنسبه لي هي قصه دراما. من قبل رحيل كريستيانو رونالدو وانا متضايق من كريم بنزيما. هي دي ده ليفربول يعني. تفتكر ده ليفربول والسيتي؟ انا بقول له هو انت تفتكر تصغرناش بقى في القعده تصغرناش في القعده ده بقى. انت نجم كوره يعني، عيب يا استاذ بيومي بقى، عيب بقى يا استاذ صادق. ماشي. بقى ماشي. كريم بنزيما ده المقاولين والزمالك. طيب بص، كريم بنزيما كدراما، الراجل ده انا كنت بشوفه بيضيع كور كتير، والناس كلها كانت عندها في وقت من الاوقات كان في جماهير ريال مدريد كانت بتغل من كتر الكراهيه، مش طيب كان لازم تمشي جوين. ايوه عليك. ناس قالك نص الناس قالت كريم بنزيما اللي يمشي، ونص الناس قالت جوين يمشي. فهل كانت الناس متجنيه عليه في الحقيقه؟ تعال نبص كده على الفرص اللي ضاعت دي. دي فرصه ضاعت، وقع جوه منطقه الجزاء يا تامر وهو داخل في ماتش دورتموند منفرد. اللقطة اللي بعدها هو جوه الجون فعليا. الكرة دي ضاعت. هات اللقطة اللي بعدها، الكرة دي هو جوه الجون. الكرة دي راحت فين؟ مش تبص بعيد حتى يعني ما كانش فيها اي نوع من انواع التوجيه. الكرة اللي جاية هو في ماتش برشلونة، الجون مفتوح تماما انك تسجل. الكرة دي ضاعت، الكرة دي ضاعت، ما تسالنيش ازاي الكره دي ده قدام يوفنتوس. انا فاكر الكره دي ضاعت، والراجل ده زيدان المره الوحيده في حياته اللي عمل رياكشن
عمل رياكشن بيب جوارديولا اللي هو مش مصدق طك 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 بيخبط على الارض. ده كريم بنزيما زمان. فان اولا ان رايك يتغير في الكوره النهارده انا شايفه احسن لاعب في العالم ويستحقها بكل حقانيه. فانك تغير رايك في الكوره ده منطقي. وان لاعب يتغير في الكوره دي حاجه انت لازم تبقى حاططها في حساباتك انها بتحصل. صح. فمش دايما رايك صح، ما تفضلش تقول حاجه لمجرد انك بتقولها طالما اللاعب بيتغير. والسبب خلاص. كريم بنزيما الاثبات النهارده اكبر اثبات في الدنيا كريم بنزيما. الراجل ده بقى بيسجل من لا فرص بعد ما كان بيضيع كل الفرص، فدي حاجه عبقريه يعني، بس لاعب عظيم بالنسبه لي. سؤال الله يبارك لك، ليه احنا جايبينه بيجيب جوال يعني؟ ما هو بيجيب يا ابراهيم مالك مش عارف انا عشان ضيع كوره هيبداوا بقى ايه؟ مش ممكن اصلا كانت اوفسايد عايز اقول لك. يعني بس كان جابها وهيكون نقعد نتخانق وبتاع ونشوف القصه تبقى عامله ازاي، بس كان جابها. بص قطط قبلها بثلاث ايام انقذهم من الهزيمه من الانتر في ملعبهم. يعني هي فرقت؟ ما هو برضه رايح يوروبا ليج برضه هلب الخميس هلب الخميس يعني ما فرقتش يعني. ماشي طيب خليني اسالكم برضو على حاجه لفتت انتباهي. انا كل الجوائز العاديه الباقي تمام. بالنسبه لكم محمد صلاح في المركز الخامس ده مركز طبيعي ولا هو زاد مركزين افضل من الماضي؟ ورايكم ايه فكره عدم حضور محمد صلاح؟ فكره عدم الحضور هو اكيد زي ما بقول لك يعني حاجه مش اول مره تحصل. لما اللعيب بيتسرب له خبر مين اللي فايز او مين الترتيب خلاص، لما بيلاقي نفسه مش الفايز. شفناها كتير مع رونالدو او مع ميسي، لو انت مش كسبان او مش في اول ثلاثة ما بتروحش. لكن انا كنت احب انه دايما يبقى متواجد في حاجه زي دي، حدث كبير زي ده كنت احب انه هو يتواجد فيه. لكن طبعا هو في الاول وفي الاخر قراره ونحترم قراره، ونتمنى ان الموضوع ده يولد عنده حته التحدي ان هو يبقى موجود ان شاء الله السنه الجايه او الموسم القادم باذن الله في الثلاثه. صعب عشان في كاس العالم، ساعه كاس العالم صعبه وصعبه كمان من الشرخه اللي شرخها هالاند من البدايه دي. لا قول في نص تاني للموسم وفي بعد كده نص اول لموسم جديد طبعا، بس على الاقل بس انت بتتكلم في الصعوبه الرئيسيه ان في كاس عالم. بالظبط. ويا عالم ليفربول كمان هيساعد ولا لا؟ يعني لو بيلعب من اول الدوري زي مباراه امبارح تقول هيكسب الدوري، بس ليفربول من اول الموسم هو مش في افضل حال. صحيح. طب خليني اسالك عز برضه، يعني مش غريبه شويه انه افضل فريق يبقى السيتي؟ انا وقفت عندها بصراحه. هي غريبة لأن بطل دوري ودوري أبطال أوروبا، فأنت ما سبتش. ليه بقى ريال مدريد في الثالث مش الثاني حتى؟ ما دي أنا استغربتها. هو بصراحة أحسن فريق بيلعب كرة في العالم مانشستر سيتي، مش هقدر أنكر. ماشي. بس وخسارته كانت ممكن ما تحصلش قدام ريال مدريد. حلو، إحنا هناخد معيار اللعب الحلو. لا ما هي بقى ما فيش معيار. ما هو دي حاول. فإحنا طول عمرنا عندنا الحتة بتاعت إن ما فيش معيار. فاللي بيصوت هو اللي في ايده القرار لشخصيته والقناعاته هو الشخصيه. يعني زي بالظبط محمد صلاح السنه اللي فاتت لا يستحق بالمره ان هو ياخد سابع، كان مكانه اعلى من كده بكتير واحسن من كده بكتير. وربما ده هو، احنا من ساعتها عارفين ان محمد صلاح عنده ضيق من القصه دي، وهو عنده بوضوح وهو قال بالظبط. فربما ده السبب اللي خلاه مقاطع بقى خلاص الجائزه، ما اعرفش او حاجه يعني. هي الفكره هيما ان هم اكدوا على لما غيروا المعايير بتاعه الفوز بالكره الذهبيه بالبطولات. مظبوط. ده في الالقاب الفرديه مستكاوي علق ده حقيقي، بس ده في الالقاب الفرديه. مظبوط. فهي الفكره ان هي يعني ممكن بحاول اقول لك، بس مان سيتي برضو كسب الدوري المحلي في انجلترا. ماشي. بس يعني قال لك النوع من انواع ان احنا بنديها كنوع من انواع التغيير، ما اصل مش هيبقى كل حاجه ريال مدريد احسن جول من ريال مدريد احسن لاعب من ريال مدريد احسن يعني نادي. طب ما هنعمل ايه؟ طب ما انا بقول لك يعني كنوع من انواع. طب ما يستحق. ما انت مش ما هو في وقت كده انت يعني مفيش حد قريب منه، يعني انت مش هتحط ايدك تخفي الشمس. بالظبط. وبعدين بطل اكبر بطوله في العالم على مستوى الانديه دوري ابطال اوروبا ريال مدريد يعني. لا وبعد ما كسبت تشيلسي وسيتي وليفربول يعني. طيب عندكم اي تعقيب على البالون دور عشان نبتدي نروح لحاجه تانية ولا حد يزعل على اي حاجه؟ انا شايف النتائج منطقيه، ترتيبها حتى منطقي.